السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم إخوان، تحياتي للجميع اللي كتابع هذا الفيديو واللي بغى الفائدة، واللي بغى يتابع ويشوف مدينة أصيلة أو بغى يستفد من المعلومة. المهم، مدينة أصيلة كي كتشوفوها جميلة ما شاء الله وغنية على التعريف، اللي بغى يكري حتى في مدينة أصيلة أنا نخلي لكم الرقم ديال السيد والاسم ديالو، واللي بغى شي حاجه يتواصل معاه كي دير ثمن زوين وكيتعاملوا مزيان، والثمن كيتعاملوا مزيان في كل شيء، الدار نقيه وكل شيء، قيل العماره نقيه وقريبه على البحر وما شاء الله تبارك الله. المهم، نخليكم بعد الفيديو مع بعض البلايص اللي في مدينه اصيله جميله ما شاء الله تبارك الرحمن. انا من عشاق المدينه الاصيله وبحال هذه الانواع هذه، حتى انا كي كتعرفوا مدينه فاس غنية على التعريف هي في الآثار وفي المدينة القديمة، ولكن هذه المدينة الزرقاء جميلة جدا. أنا نخليكم الرقم، تحياتي لكم، ما تنسوناش بارطاج، ما تنسوناش لايك، اشتراك، بشي تقييم أو شي تعليق زوين أو شي حاجة. تحياتي لكم، السلام عليكم، خليكم مع الفيديو الآخر كي كتشوفوا إن شاء الله تبارك الرحمن. يلا السلام عليكم، الله يوفق الجميع.
Thank you.
Thank you.
أميرة أميرة أميرة.